أنا رجعت. أه عروة، ابني أمتى رجعت؟ ما قلت أبداً إنك راجع. ليكون في شي ضايقك؟ لا، ما في شي أبداً. لك رح جهز لك شي تاكله. لا، ماني جوعان. إجا معي ليحاكيكي. مين هاد اللي بده يحاكي؟ بكفي بقى، انتو كبار ومو حلوة بحقكن يلي عم تعملوه. أول مرة بشوف أمي وأبي مع بعضن، ولازم تحكوا مع بعض. كل شي عم أطلبه انكن تحكوا مع بعض وتصفوا قلوبكن. حاولوا تنسوا الماضي شوي كرمالي، لو سمحتوا. رايح على الأوتيل. فهمني شو قصدك من هالحركة؟ عم تستغل عروة لحتى تشوفني؟ لازم تسمعيني شوي. أدي وقفي، عم احكي معك. هلأ راح تحكي لي لشو عم تخططي مع هداك المحقق. انت قلت المحقق؟ شو عرفك انت؟ لساتك عم تلحقني؟ انا ما قلت لك تبعد رجالك عن حياتي؟ لك انت بأي حق بتطلب منهم يراقبوني بصفتك مين؟ وليش معصبة كل هالقد؟ معصبة لأنك قدامي. يعني ما رح تحكي، ما هيك؟ رح أعرف القصة لحالي، وهيك بيكون فيها حماس ومتعبة إني أعرف شو مخبي عني. طلع فيني، اللي قدامك ما أنا هديك البنت العاقلة والهادية. شو رأيك خبر عروة شو مخبي؟ قل له إنه أبوك رفع سلاحه بوشي وما إنه شي جديد عليك. بتحب قل له إنك كنت رح تقتلني ورح تقتله معي؟ شو رأيك؟ بحكي له الماضي ولا بخبي؟ ولنشوف عروة بصف مين رح يوقف. وقتها رح تخسر ابنك نهائيا. يعني انت عم تهدديني؟ ايه. طيب وما فكرتي انه هالحكي رح يزعله وممكن تخسريه؟ بكفي انك تبعد عني وتتركني بحالي. وهلا روح من وشه، هاي الباب قدامك.